استفاد مئات الجرحى اليمنيين من خدمات مركز الملك سلمان للإغاثة في كل من السعودية والأردن والسودان عبر مشروع برنامج الجرحى اليمنيين. في السعودية استفاد أكثر من 3300 جريحا من مشروع برنامج الجرحى اليمنيين الذي نفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية والمستشفيات العسكرية والتخصصية السعودية واللجنة العليا للإغاثة والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والإسكان، وبتكلفة فاقت 18 مليون و400 ألف دولار. ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة في المملكة الأردنية الهاشمية مشروع برنامج الجرحى اليمنيين، وذلك بالتعاون مع القطاعات الصحية الخاصة في الأردن والهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، بتكلفة بلغت 14 مليون دولار، واستفاد منه 532 جريحاً. وفي جمهورية السودان نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية مشروع الجرحى اليمنيين ومرافقيهم، مشروع رقم واحد بقيمة 160 ألف دولار، استفاد منه 395 جريحا. وعلى ذات صلة نفذ المركز مشروع رقم 2 في جمهورية السودان لعلاج الجرحى اليمنيين، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني بقيمة 6000 دولار مقابل علاج الجريح الواحد، والذين يراوح عددهم 400 جريح، وتم تحويل الدفعة الأولى لهم بمبلغ وقدره 216000 دولار. وقام المركز بمشروع برنامج تنفيذي طبي لعلاج الجرحى اليمنيين في مستشفى الهلال الأحمر الأردني بقيمة 90000 دولار كدفعة أولى، واستفاد منه حوالي 85 شخصا. هذا ويتمثل المشروع في حصول الجرحى اليمنيين على الرعاية الطبية اللازمة وتأمين السكن والإعاشة والتنقلات لمرافقي الجرحى من خلال لجان طبية وتنفيذية من الجهات ذات العلاقة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى اليمنيين من الفحوصات والعمليات والأدوية ودفع تكاليف المغادرة إلى اليمن بعد شفاء الحالة.